السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف أدوات مفيدة أو بلاجنز أو ألينز مفيدة للناس اللي شغالة في الأوتوكاد وخصوصا في الميدي أوتوليزب أوتوكاد. ده ثروت الشوفي، أتمنى نكون نطقت الاسم صح، وعم شوية أدوات كويسة، فيها حاجات بفلوس وفيها حاجات ببلاش. نشوف اللي بفلوس وبعد كده نشوف اللي ببلاش، مفيش مشكلة. طيب، في برنامج أول الاتفاك، وفي برنامج للشيلد ووتر، وفي البايبنج بلفكو ماتريال ويتش فاكتشل دووتر لينس بروجرام. يعني في شويه برامج كويسه جدا هو عاملها ما شاء الله. تمام، بيقول لك انت ممكن تحمله من هنا. ما اعرفش هل هو مجاني ولا ببلاش. في حاجات استراكشر اهيت، في الديفيجن بروجرام، في حاجة خاصة بالإلكتريكال، كيبل تري بروجرام، كيبل تري لينس بروجرام، كيبل تري بلف ماتريال بروجرام. هو في فيديوهات هو شرحها ازاي تشتغل على البرامج ديت وازاي ترسم الحاجات ديت. طيب، الحاجات فيها طبعا فري كذا حاجة. طيب، هو برضو على الموقع بتاع ابس اوتوديسك عامل شوية حاجات حلوة زي مثلا الووتر سبلاي اهوت. تقدر تقول له مثلا ان انت عايز ترسم بالماس الفلاني، فيبدأ يرسم لك بالماس اللي انت عايزه. هو شغال بالمليمتر وبالانش، الاثنين موجودين. بلوكة معينة عايز تحملها، فيبدأ ان هو يحملها لك بالشكل دوت اهو. وبرضو في فيديو هو كل ده معمول طبعا بلغة الأوتوليزب، تقدر تختار المقاس وتبدأ ترسم بيه. وبرضو في الواير اهوت، ده ترايل الووتر كان فري، ترايل برضو في الشباك تبر ده فري، في الشباك ده ترايل وهكذا. الواير برضو اهوت، تقدر تقول له انا عايز المقاس الفلاني وعايز شكله يبقى عامل ازاي، الكونكشن ستايل يبقى عامل ازاي، كل الحاجات دي هو مديها لك جاهزه اهوت. فتقدر تختار وتبدا يرسم لك هو بالشكل دوت. ده فري اهو. بتقول له السيتنج اللي انا عايزها، تبدا ان هو يعملها لك. هو كويس ان في حد بدا يعمل الادوات ديت في قلب الاوتوكاد. الفليكسبل ضغط، تبدأ تحمل وتبدأ ان انت ترسم لك هو بشكل ده، تدي له شكل معين وهو يبدأ ان هو يحوله لك لفليكسبل السي لاين بالشكل ده. وبرضو عامل حاجة في الفاير فايتنج اهوت،
وفي ان انت تكتب اسامي الدروينج في ملف تكست، يكون فولدر كامل يبدأ يحط لك الاسامي في تكست. على فكره انا عملت برامج كتير زي كده، فكره ان انا اخد اسامي الملفات واحطها في صورة تكست. ده عملت البرنامج ده قبل كده، وعملت برنامج حسابات برضو، بس يعني الكلام ده في 2005 2006، فمحتاج شغل عشان نبدأ اشتغل تاني. نفس الفكرة، ممتاز جدا يعني، وعامل شغل كويس ما شاء الله. فنتمنى احنا ايه نجرب البرامج ديت، ولو تعرفوا اي حد عربي او كده مخترع او عامل الادوات تنبهونا عشان ايه نركز عليه ان شاء الله، نعمل له دعاية ببلاش. في حاجات خاصة بالمنهول نتورك بروجرامينج، في حاجات خاصة بالكيبل تري، حاجات خاصة بالفلتر سبلاي. هسيب لكم الموقع بتاعه autolisp.programs.wordpress، هسيب لكم اسفل الفيديو، وفي نفس الوقت برضه هسيب لكم الصفحة ديت عشان برضه الناس تدخل وتجرب التولز اللي هو عاملها.